نكمل بقى الشغل بتاعنا على التكست بتاعت الديزاين. تمام. طيب التكست بتاعتنا المفروض انها هتخش بعد الكلام ده او بعد الكاميرا ما تعدل نفسها او في يعني في نقدر نقول في فريم 90 تبدا التكست بتاعتنا تدخل. بالنسبه للتكست هتبقى برضو مجراف تكست، بس هنروح لاخر فريم عشان نعرف المكان بتاعها بالظبط فين، وهنروح للفرونت فيو ونروح للمجراف ونقول له تكست اوبجكت. برضو نفس الموضوع، انا هخلي الالاينت ميدل، والخط برضو انا هعمله دايز بولد 16. تمام. وهكتب 7 دي نيوز. اعتقد برضو اعتقد انه هيبقى فرانكلين جوثيك، اعتقد عشان رقم 7. ماشي. طيب ده بالنسبة للتكست هتبقى بالشكل ده، وناخدها تحت الديزاين بتاعنا. بالشكل ده كده. تمام، بالمنظر ده كده. طبعا نشوفها من كل الاتجاهات. هنزود الديبس شوية، هنزود العمق بتاع التكست شوية، وفي نفس الوقت الكابس برضو هقول له فيلت كابس عشان يديني نعومة او تنعيم على الحواف. هنا الستيبس هقول له مثلا 5 ستيبس، وهنا برضو 5 ستيبس علشان يديني الايدج، يديني الايدج الناعمة دي، واعمل ريندر تيست ريندر اشوف شكلها عامل ازاي. تمام، اعتقد شكلها كويس. هي بقى فاضل انها تاخد الخامة وخلاص. الخامة هناخدها من هنا، نسحبها نحطها عليها من هنا ونرندر تاني. تمام، نعمل رندر تاني تيست كده نشوف عشان نبقى اتأكدنا من الخامة كمان بالمرة. تمام، يمكن خامة التكست هي اللي هنغير فيها شوية. يعني خامة التكست هناخد الخامة دي في كده نعمل لها دوبليكيت، وهنفتح لونها حبة لان التكست اصلا لونها في الديزاين فاتح شوية عن فاتح شوية عن الخامة الاصلية اصلا. برضو السبيكولر. تمام، وهبدل يعني هروح للتكست دي هاخد الخامة اللي هي بتاع التكست احطها فوق، يعني كأنك بتحطها جوه الخامة بالشكل ده، واخدها برضو على رقم 7 لان انا حاسس انا خدتها على رقم 7 ودي على التكست. كده يبقى رقم 7 والتكست الاتنين، وعلى فكرة الاتنين ريفليكشن بتاعهم اعلى، يعني الاتنين الريفليكشن بتاعهم اعلى. لو انا كده جيت اعمل رندر اعتقد ان انا هلاقي الشكل بقى احسن شوية. بالظبط، تمام، الشكل بقى احسن كتير وزي الديزاين بالظبط. طيب ايه اللي انا عايز اعمله، ايه اللي انا عايز اعمله، انا كنت والله كنت فاكر اعمل حاجة ونسيت. الانتي اليسنج، انا لا ده مش الكيوب، الانتي اليسنج اللي هو تنعيم الحواف، عايز برضو اظبطه اخليه بيست علشان تبقى الدنيا كلها تمام مفيش فيها اي مشكلة وما يبقاش فيه اي مشاكل في الحواف. تمام، نجرب ريندر كده ونشوف من الزاوية دي هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا وقت الريندر زاد سنة لان الانتي اليسنج بيزود الوقت شوية.
خاصة على فكرة في الحاجة اللي فيها حواف، يعني علشان دي الحواف بتاعتها سموز، يمكن الانتي ايليسنج ماشي بسرعة. انتوا عارفين لو الحواف في حادة هتبقى مشكلة، هيقعد ساعة بالشكل ده. طبعا في غلط، ايه هي؟ اولا رقم 7 هنا احمر، مش الدرجة دي، يعني مش واخد الخامة دي. طب ايه الحل؟ الحل ان انت هتقسم كل دول حرف لوحدهم، هتخلي كل واحدة من دي حرف لوحدها. فيستحسن تتأكد ان كل البارامترز بتاعتك مظبوطة. خلي بالك فينا كونسترين لو عملت كده بيحتفظ بنفس حجم الحروف، لكن انا عايز اخليها تخينة وحلوة تملى العين كده. فهروح عشان اقسمهم كل حرف لوحده، هضغط على التكست واقول له سي يحولها لي اديتابل اوبجكت. كده قسمها كل واحده لوحدها. لو فتحت النل ادي 7 دايز نيوز، لو ايه كل واحده حرف بالشكل ده. فاللي انا هعمله ان انا هاخد كل ده اطلعه كده، اطلع كل الكلام ده بره النل اوبجكت بتاعه، ان هم كلهم كلمه واحده، اطلعهم احطهم بالشكل ده كده. طبعا النل اللي هو رقم 1 ده هشيله، مش عايزه، وتبقى بالشكل ده كده. للترتيب بس مش اكتر، هطلع السيفن دي لفوق. بعد كده بقى نقدر ان احنا ناخد الخامة دي وننزلها على الدي خلاص، وكنترول واسحب على بقية الحروف. فضل رقم 7، هاخد نفس الخامة دي وكنترول واسحب جنبها كده وهسميها 7. دبل كليك، كل اللي هعمله تغيير في اللون للون الاحمر، واخد السيفن دي احطها، وبرضو اختبر الريندر بتاعي اشوف درجة اللون مظبوطة مش مظبوطة، فيها مشاكل ما فيهاش مشاكل، تمام بالشكل ده. طبعا كنت ممكن اعمل ريندر ريجون بحيث ان انا اشوف السيفن بس، لكن انا عايز بالمرة ابص على الديزاين كله مرة واحدة اشوف شكله تمام مش تمام كده يعني. ومجرد ما يرندر اول حته في السيفن، اعتقد السيفن تمام مش فيها اي مشكله. وفي هنا السبيكولر جميل قوي اللي على الحواف ده، بحيث او على الايدجز دي، بحيث انها تديني ريفليكشن بشكل كويس. طب تمام، تعالوا بقى للانيميشن، نيجي للحاجه اللي بتزعل. تمام كده، اعتقد ان التكست متهيألي بتخش امتى؟ انا برضو عايز اعمل سينكرايز للانيميشن. تقريبا بتدخل بعد على طول ما دي كده بتثبت. تمام بالشكل ده كده، بعد ما تثبت تخش التكست على طول. طب ماشي تمام جميل. لو رحنا للكاميرا، تمام بعد ما بتثبت على طول. طيب هي بتثبت هنا، تمام، وتبدا التكست تخش. هي ثبتت فين؟ ثبتت عند الفريم ده. ماشي، ناخد التكست. طيب احنا كده واقفين عند الفريم رقم 96، ما يتقدمش 4 فريمات، 100 يلا عشان ما نحبش الفكه. نطلع بقى كل الاخوة دول. هو رقم 1 ده بتاع مين؟ شيل رقم 1 ده، نطلع بقى الاخوة دول كلهم كده بره النل، ونشيل التكست ده، ونروح على مجراف، وفين فين فراكتشر اوبجكت كالعادة، عشان طبعا هيبقوا جوه مجراف، ونحطهم كده، واسمي الفراكتشر ده تكست نيوز. تكست نيو مش هصلحها خلاص، ماشي بالشكل ده كده. ونفس اللي احنا عملناه هنعمله مع التكست. كل انا هعمله ان انا برضو نفس الحكايه، هروح لبلين بلين 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 افكتور،
خلاص، وهقول له لأ الواي بزيرو، انا عايزك تشتغل لي على الزد برضو نفس الموضوع بسالب 8000 المرة دي، تمام بالمنظر ده كده. وعايز اخلي البلين افكتور نفس القصة لينير، واكبر دي اخليها مثلا 600، تمام، ودي 600، ودي مثلا اخليها 4000، ولا لا 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 كتير قوي، اخليها مثلا 1200 يعني عشان تبقى كبيرة بعض الشيء، تمام بالشكل ده كده. فاضل بس ان انا اخليه يعمل لي روتيت، يعني انا فاضل بس اخليه يعمل لي روتيت للتكست. هروح للبلين والبراميتر واقول له روتيشن، بصوا كده وبيعملها كل واحده في جيها. انا هعمل زيرو، انا عايز الروتيشن يبقى كده بالشكل ده، المنظر ده كده. طيب تعالوا نروح قدام الكاميرا ونشوف هل الحروف جاية زي ما انا عايز ولا لا. ادي البلين افكتور والكوردز، اعتقد برضو جاية زي ما احنا عايزين، تمام، ولو ان ممكن ان انا ارفع الزاوية شوية، تمام، بحيث انها تدخل برضو بنفس الميل اللي دخلت بيه. واعتقد متهيألي ان هي، طب انا عايز اعملها مختلفة شوية، عايز اخليها كده، عايز اخليها كده مثلا، تمام قوي. كل بقى اللي احنا هنعمله ان احنا نيجي عند الفريم 100، وهحط كي فريم للبلين افكتور، تمام، ده هسميه تكست افكتور عفوا معلش. وهاجي على الكووردز وسلكت كل دول بشيفت وكنترول وكليك، واروح عند الفريم 160 واسحبه كده بالشكل ده كده وكنترول كليك. يبقى انا كده لو جيت للكاميرا وعملت فول انيميشن هنشوف التكست جايه ازاي وماشيه ازاي وراحه فين وجايه منين. جميل جميل جدا جميل جدا جدا. في بس تكست نيوز، تمام، اوبجكت، انسى انك انت تعمل حاجه عليها دلوقتي تاني، خلاص نعمل بس ريندر كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي، شوفها مظبوطة مش مظبوطة. على فكرة ال واحد يقول التكست كبير، هقول لك يا نوع الخط، تمام، هو نوع الخط اللي عامل الفيصل ده بس، خلاص هيبقى صعب تغيير نوع الخط هنا. ممكن نغير بالسكيل، يعني ممكن نغير شوية بيه السكيل، ماشي. ممكن نروح لفلتر واشيل ال، فين الجريد فين الجريد فين الجريد، شيل الجريد بحيث تبقى باينه بالشكل ده كده بالمنظر ده. نروح لكده، تمام، ونشوف شكل الريندر يعني بحاول اجيبها من كذا زاويه بس بحيث ان انا ابقى شايف وعارف الدنيا جايه منين ورايحه فين من اكتر من زاويه. ادي الرندر بتاعها من الزاويه دي كده. كده يبقى الانيميشن بتاع اللوجو بتاعنا خلص، ده زي ما كان معمول بالظبط في الملف الفيديو اللي احنا شفناه. فاضل حاجة واحدة، ان في لايت محطوط في لايت محطوط في
البروجكت بتاعنا اللي احنا شفناه في الفيديو مفروض ان هو بينور ده، ممكن احط اللايت ده من هنا تمام، وممكن احطه في الافتر افكت. لكن انا هوريكو ازاي ان احنا نحطه في الافتر افكت. لكن في اخر حاجة اتكلم فيها هنا ازاي نظبط اعدادات الريندر للبروجكت بتاعنا. مبدئيا انا عندي اللي انا محتاجه، طبعا الفراكتشر اوبجكت ده بتاع التكست او بتاع اللوجو، بتاع اللوجو اللي فوق. فعلشان انا في الافتر افكت هحتاج ان انا اعمل الفراكتشر اوبجكت او الجسم ده الفا لللايت اللي وراه، عشان يبقى كأن اللايت ورا الاوبجكت دوت، بحيث الاوبتيكال فليرز اعمله الفا مات او الفا انفرتد او لوما مات للاوبجكت ده. هعمل رايت كليك واقول له كومبوزيتنج، احط كومبوزيتنج تاج، واروح للاوبجكت بافر واخلي الاوبجكت بافر بواحد. وكمان تمام احتياطي على فكره، حتى لو ما احتجتوش هعمل لكل واحد من دول اوبجكت بافر. رايت كليك كومبوزيتنج واقول له رقم 2، رايت كليك كومبوزيتنج واقول له رقم 3، ورايت كليك كومبوزيتنج واقول له رقم 4. يبقى كل واحد من دول له اوبجكت بافر 1 و2 و3 و4، والتكست هيبقى ب5، والتكست دي هعمل لها برضو، بس انا هعمله لكله خلاص هيبقى ب6، اعتقد ان مفيش حاجه في 6 تمام، يبقى ب6. في الريندر هروح لريندر وسيف، وسيف تسيف مكان ما انت عايز تمام، وليكن مثلا نروح ل نقول له مثلا التيوتوريالز، ونروح لفري توتس، ونروح سيف نيوز تمام، ونسيفه في اي مكان يعجبنا، وليكن خلوه على الديسكتوب هنا في نفس فولدر البرنامج او نفس فولدر المشروع. وهعمل ملف جديد، فولدر جديد اسف، واسميه رندر، وهعمل جواه فولدر اسميه مين عشان ارندر جواه المين باس، وهعمل فولدر تاني واسميه باسس. طيب هقول له حط لي دي في مين، سميها مين. بعد كده هعلم على المالتي باس عشان اطلع الباسس بتاعت الاوبجكتس بتاعتي، واقول له مالتي باس وحط لي اد ايمج لايرز. دي كل الباسز اللي انا ممكن احتاجها. طب ازاي اعرفها؟ ما في حاجات مش هحتاجها، شادو مش هحتاجه مثلا. هقول لك ازاي تعرفه دلوقتي، بس قبل ما اقول لك ازاي تعرفه اقول لك سيف المالتي باس الاول من سيف، علم على سيف، وروح وديه للفولدر الثاني اللي احنا كنا عاملينه اللي اسمه باسز، وهسميه باس. ما ننساش في السيف، في الريجولر ايمج، في السيف العادي هروح هنا واقول له ترجع او بي ان جي، واقول له الفا تشانل وستريت الفا. وفي المالتي باس برضو نفس القصه، هخليها سايفها بي ان جي خلاص، واقول له برضو ستريت الفا. خلي بالك لازم الفا، مش مهم دي. في الافتر افكت او في الكومبوستنج بروجكت فايل هقول له سيف، واقول له اختار الافتر افكت كالتارجت ابلكيشن، واقول له ريليتيف، واقول له انكلود 3 دي داتا عشان ياخد لي نفس حركه الكاميرا. طيب كده ظبطنا اعدادات الريندر. فاضل دول هقفل اعدادات الريندر واعمل تيست ريندر، واعمل تيست ريندر، وخلوني اعمل تيست ريندر في حاجه قريبه للكاميرا زي التكست. هعمل كده، بس انا محتاج ان انا اشوف الباسز بتاعتي. انا مش هبص للهيستوري ده، انا هبص للاير، ومن لاير اقول له مالتي باس. خلاص من لاير اقول له مالتي باس. طيب انا هختار ايمج بس اخليه يكمل الريندر بتاعه، وبعدين اقول لكم هنعمل ايه في المالتي باس. لو انا جيت للمالتي باس، تعالوا بقى كده نمسك المالتي باس حاجه حاجه. تعالوا نشيل التشانل التشانل ونشوف ايه اللي هيأثر وايه اللي مش هيأثر. لو انا خدت مثلا الاتموسفير، او هاخد سنجل باس، خلينا سنجل باس اتموسفير، مفيش اي انفورميشن خالص للاتموسفير، فاذا ده من ضمن الحاجات اللي هتتشال من الريندر سيتنجز. ده مفيش فيه اي حاجه ريفليكشن ريفراكشن اسف
طبعا مفيش عندي اي انكسارات خالص. ريفليكشن في انفورميشن عندي للريفليكشن. طبعا مالتي باس نفس القصه، يعني لو شلت كده في انفورميشن اهي، يبقى اذا ريفليكشن هيفضل. اذا عندي اتموسفير هيتشال، اتموسفير مالتي بلاي هيتشال، ريفراكشن هيتشال، امبيانت اوكلوجن ما عنديش امبيانت اوكلوجن اصلا، جلوبال الومينيشن عندي جلوبال الومينيشن فهسيبه، يبقى اذا ريفليكشن وجلوبال الومينيشن هيتسابوا. كوستكس او اللي هي بتبقى ايه، انتوا عارفين لما تبصوا لقاع حمام سباحه والشمس ضربه في الميه بتشوفوا انعكاسات الميه تحت كده، هي دي اللي اسمها كوستكس. امبيانت شادو ما عنديش شادو، سبيكولرز تمام ما عنديش، ديفيوز ما فيش، باك جراوند دي مش مشكلتنا، الفا في الاخر. طيب سنجل باس ديفيوز ما فيش، انفورميشن سبيكولر ما فيش، كوستكس جلوبال الومينيشن تمام، ريفليكشن ماشي. يبقى اذا ريفليكشن وجلوبال الومينيشن هما اللي هيطلعوا معانا في الريندر باس. نقفل ونروح للريندر سيتنجز، نشيل كل حاجه، نشيل امبيانت طبعا بتك كنترول خلاص، جلوبال الومينيشن هيطلع، امبيانت اوكلوجن لا، كوستكس اتموسفير ومش عارف ايه، هنسيب بوست افكت زي ما هو. لكن اللي هضيفه من المالتي باس هحط ار جي بي اي ايمج عشان يطلع لي الصوره الاساسيه تمام. طبعا خلي بالك لو ضغطت وشيفت تمام كده بكنترول بسلكت كل حاجه، اقدر ان انا اظبط البارامترز بتاعتي كلها مره واحده. واللي هضيفه كمان من المالتي باس حاجه اسمها من افكتس، يا ربي حاجه اسمها لا هو فين الفيكتور، الفيكتور او الموشن فيكتور، او الموشن فيكتور عشان اقدر ان انا اعرف اتجاه البيكسلز رايحه فين بالظبط في الافتر افكت. ما عنديش حاجه في الافتر افكت تقول لي اتجاه الحركه رايح فين. والحاجه اللي هضيفها كمان من المالتي باس الاوبجكت بافر. اوبجكت بافر انا عندي كام لو تفتكروا؟ عندي حوالي 7، عندي 7. انا هعمل كده وكنترول لا مش كنترول دي تمام، هعمل دوبليكيت مالتي باس اوبجكت بافر تاني هضغط كذا اوبجكت بافر ان انا عندي كذا واحد، واضغط شيفت وسلكت او كنترول وسلكت كل الاوبجكت بافرز اللي عندي. وتعالوا كده نشوف بقى، اولا التكست اوبجكت تمام اللي هو رقم 7، اللي هو رقم 7 عشان نبقى عارفينه بس، اللي هو رقم 7 ده واخد كام؟ ده في الاوبجكت بافر واخد 5 صح؟ طيب يبقى انا دي 1 2 3 4 5، ده دبل كليك وهسميه 7 وهديله الاي دي 5، الاي دي ده اللي هيميزه في الافتر افكت. طيب الكور سيركل واخد 4، طيب تمام الكور سيركل، كور سيركل دي واخد 4 تمام، الانر سيركل واخده 3 واخده رقم 3 جميل، الاوتر سيركل واخده 2 واخده رقم 2، رقم 1 اللي هو ممكن نقول عليه اول لوجو، اول لوجو ده هياخد رقم 1 زي ما هو. عندي فاضل بس اللي هي التكست واخده رقم 6، تعال ناخد ده نعمل له، ما عندي تحت رقم 6 اهو، دي رقم 6 ودي هنسميها تكست واخده رقم 6، ده مش محتاجه. يبقى انا كده عملت الاوبجكت بافرز بتاعتي والريفليكشن والريفراكشن وكل حاجه، وجاهز ان انا اعمل ريندر. انتي الياسنج مظبوط في اوبشنز، ما ننساش نطفي الاوتو لايت علشان يفضل لي اللايت بتاع السكاي بس، ده ما بيأثرش قوي بس يعني ممكن نشيله. وبعد كده ابدا اعمل ريندر، بس ما انساش في الاوتبوت اقول له في الفريم رينج اول فريمز وابدا اعمل الريندر بتاعي. طبعا زي ما قلت كل الكلام كان معتمد على الموجراف وعلى الريندر باسز، وزي ما قلت الموجراف اتشرح بالتفصيل الممل في الكورس الخاص بالموجراف والمودايناميكس اللي موجود على
موقع بروفيجن التعليمي موجود، على مركز بروفيجن التعليمي موجود، على الجروب بتاعتنا على الفيسبوك موجود، في مركز طريق الجرافيكس التعليمي، وموجود في أكاديمية فنون التعليمية التابعة لموقع ايديال ديزاينر. لهنا بينتهي الجزء الاولاني من الدرس بتاعنا، ولقائي معاكم ان شاء الله في الجزء الثاني على الافتر افكتس. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.